أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره. الرواية هنا تشير إلى أي معنى؟ القضية ليس قضية السهم بعينه أو قضية السيف بعينه، القضية هنا تريد أن تشير إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحاجة إلى أناس ينتظرونه انتظارا واقعيا، انتظارا صادقا، بحيث أن انتظارهم يترجمونه بشيء عملي. هذا مثال. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، باعتبار أن السهام كانت نوع من أنواع الأسلحة في زمان الأئمة، في زمان الإمام الصادق عليه السلام. وطبعا لا زالت السهام موجودة حتى في الجيوش، لا زالت السهام إلى الآن موجودة. ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته. الأساس النية. رجوت لأن ينسئ، ينسئ يؤخر، لأن ينسئ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره، لأن هذا دليل على صدق الانتظار. الإنسان الذي يعيش حالة الانتظار للإمام الحجة عليه السلام، بحيث هذه النية أو هذه الحالة تدفعه لأن يهيئ سلاحا. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أولا إنه على عقيدة كاملة تامة بموضوع الانتظار، هذا أولا. وثانيا يعني ذلك إنه صلوات الله وسلامه عليه في نظر هذا المنتظر بين الساعة والساعة سيكون ظهوره قريبا. هناك يقين في عقيدة الانتظار، وهناك اعتقاد بقرب الظهور، وهناك حالة نفسية مستديمة يستشعرها هذا المنتظر، لذلك هو يعد سهما. ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره. الإمام هنا لا يريد أن يحثنا على أن نهيئ سهما، الإمام يريد أن يقول أنه هيئوا أنفسكم. هذه تهيئة السهم متأخرة، التهيئة الحقيقية أن الإنسان يهيئ نفسه، تهيئة النفس. وأول مراتب التهيئة هو معرفة أهل البيت. الخطوة الأولى، ما هي الخطوة الأولى التي نخطوها لتهيئة أنفسنا؟ مر علينا قبل قليل إن مشكلة كبيرة كانت تواجه أصحاب النبي، تواجه أصحاب الأئمة، وستواجه أصحاب الإمام الحجة، قضية التسليم لأمره. الإنسان كيف يستطيع أن يتجاوز هذه المشكلة؟ هذه المشكلة لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها إلا بالمعرفة. الخطوة الأولى لتهيئة الإنسان نفسه لنصرة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو المعرفة، تحصيل المعرفة حتى يتمكن من التسليم لأمره. وإلا ما قيمة أن الإنسان يهيئ سهما أو يهيئ سيفا وهو ليس على تلكم الدرجة من التسليم، وهو ليس على تلكم الدرجة من المعرفة. إذن الإنسان بحاجة إلى معرفة، هذه المعرفة هي التي تقوده إلى التسليم. السعي الأول والمطلب الأول هو المعرفة. من مات ولم يعرف إمام زمانه، ليس من مات ولم يهيئ سهما، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ما قالت الروايات من مات ولم يهيئ سهما. القضية الأساسية هو السعي الحثيث لمعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن أي واحد في الحياة العملية اليومية حينما يريد أن يذهب أن يلتقي بشخص من الأشخاص، ألا يسأل عن ذلك الشخص ويعرف طباعه ويعرف أخلاقه، خصوص إذا كان عنده حاجة عند هذا الشخص، يسأل عن أي شيء
يرضيه وأي شيء يغضبه. وهذه قضية طبيعية في الحياة. نحن إذا أردنا أن ننتظر الإمام ونتوقع ظهوره، أليس أول مسألة لابد أن نعرف الإمام حتى نعرف كيف نتعامل ونتصرف مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا وأن الإمام في زمانه الحساب سيكون على النوايا والحساب سيكون على بواطن الأمور. أما مرت علينا الروايات بأنه يقضي بقضاء آل داود أو بقضاء داود، وقضاء آل داود كان على الواقع على النوايا، كان على بواطن الأمور لا على ظواهرها، لا على الشهود والبينات.